أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. ما حدث للفرقاطة البريطانية وغواصتين نوويتين روسيتين في بحر الشمال يكشف إلى أي مدى استطاعت فيها بورتلاند البريطانية مصحوبة بالبوينغ P-8A بوسيدن في كشف غواصتين نوويتين بصواريخ اعتراضية. هذا هو التطور الاستثنائي الذي جعل من كشف الغواصتين في جنوب الشاطئ النرويجي وباتجاه سان بطرسبرغ عموما لحضور الاحتفالات للواحد والثلاثين من يوليو هذا الشهر، وهو يوم البحرية الروسية كما يعتقد على الأقل في نظر بعض المصادر. إذن أمامنا تأكيد مباشر أن فرقاطة بالإضافة إلى P-8A بوسيدن استطاعت أن تكشف وبشكل مباشر غواصتين نوويتين دفعة واحدة في بحر الشمال، وهذا تطور في عملية الرصد غير مسبوقة ألحقت بعد ساعات، يعني أن هاتان الغواصتان عملتا على خفض السرعة إلى أبعد حد والطفو على السطح من جهة، إلى حين حضور باقي قوة الدعم بين قوسين للناتو. فراقب الناتو هذه العملية ودخلت يعني ضمن أجندته. فالبريطاني عندما لاحظ أنه استطاع كشف الغواصتين لذا بالناتو من أجل حماية الوضع والتصرف، إلى درجة أن هناك أمطار قليلة ما بين الفرقاطة وما بين الغواصتين. من جهة محاولة السيطرة من البلطيق على بحر الشمال، هذا هو الواضح من الإجراء الذي قام به البريطاني. لكن البريطاني لم يرغب أن يتحمل كامل مسؤوليته على حساب بحريته، فقرر أن يضم إلى جانبه قوات الناتو. إذن أمامنا بورتلاند من جهة، وهذه الفرقاطة مع البوسيدن P-8 على وجه التحديد. فهنا كان واضحا أن العملية التي قامت بها بوينغ باتجاه على الأقل غواصتين روسيتين كان هذا العمل عمل شديد الدقة إلى أبعد حد، وهذا الذي زكى من عمل P-8 أو البوينغ P-8A على العموم، وهو الذي عزز مرة أخرى الأدوار التي تقوم بها هذه الآلية على العموم في قلب البحر الأبيض المتوسط. إن من جهة هناك سفينتان أمامنا، إذن غواصتان، غواصة زيفيرودونسك وهذه من يسن. عموما هذا الطراز يسن الذي لديه ترتيبات أخرى بالنسبة للكشف عموما، وهنا نجحت العملية على الخصوص في قضية الرصد الغواصات النووية الروسية. ليس رصد فحسب، وإنما أيضا حصار عمليتها باتجاه مسار واحد نحو سان بطرسبرغ، يعني أن الأمر يتعلق بإعادة توجيه كامل للغواصتين تجاه مسلك بحري بالطفو باتجاه سان بطرسبرغ، ولم يعد الأمر يتعلق بغواصات، إنما يتعلق بسفن عادية يجب أن ينظر إليها وهي طافية أو في حالة الطفو باتجاه سان بطرسبرغ، وهذا الذي شكل على الأقل ضربة نفسية بالنسبة لروسيا. هذه زاوية أساسية، خصوصا وأننا أمام طرازان وليس طرازا واحدا. هناك يسن من جهة، وندرك على أن مثل هذا الطراز طراز مختلف عن كولا وعن الكي 157 فيبر باتجاه مشروع 971. إذن أمامنا هذا الوضوح بالنسبة ليسن وبالنسبة لأكولا. إذن الأمران هنا يجسدان تنوعا
على صعيد العمليات بخصوص كلا الطرازين، ورغم ذلك فقد رصدتهما معا، وهذا هو فحوى البيان الذي أصدرته البحرية البريطانية للتأكيد أن العملية وانطلاقا فقط من فرقاطة وليس من غواصة. إذا فرقاطة فوق السطحية التي استطاعت أن تصل إلى هاتين الغواصتين. المسألة الثانية أن الغواصتين اعتراضيتين بصواريخ اعتراضية، ومن زاوية ثانية لهما طرازان مختلفان وهما نوويتان، وهذا هو الشيء الهام بالنسبة للبحرية البريطانية. فهل كان وضع يسن وضعا في حال استخدام الكي بي ام عموما والوقود الماء الذي يمكن ان يعمل على اساس نووي؟ هل الامر يتعلق بالكي بي ام او لا؟ هذا هو السؤال المطروح الان لدى الخبراء الروس. هل هذه الغواصة من هذا الحجم 139 متر، هل الآن وبحالة إبحارها عن طريق شديد الأهمية، يعني محاولة الوصول إلى أن يكون وضع شديد الصمت، يعني أن هذه الغواصة صامتة إلى أبعد حد؟ في نفس الآن لا نتحدث عن كيلو المسمات بالثقب الأسود لأنها أقل على هذا الصعيد، ولكنها أشبه بكثير، لأن ييسن هي الأقرب إلى كيلو في قضية امتصاص الردات الرادارية، وهذا شيء هام بالنسبة لمثل هذه الغواصة. هناك الغواصة الأخرى الفيبر، هذه أقول فيبر، وأهم ما فيها أيضا أنها عاملة على نفس يعني الطراز النووي واعتراضية بنفس الطريقة، ولكن لديها ما قبل، يعني أن يسن هي آخر طراز، والطراز الذي قبل هو الطراز الذي استطاع البريطانيون الآن أن يؤكدوا أنهم يستطيعون كشف كل من طراز يسن وما قبل يسن. ومجرد أنك تصل إلى يسن فقد استطعت أن تصل إلى أكثر من طراز، يعني كل الطرز اليوم الروسية النووية كلها، يمكن هذه خلاصة أساسية أولى، كل الطرز يمكن الآن للبريطاني أن يصل إليها في بحر الشمال على وجه التحديد. ومحال التي الضبط هنا يطرح سؤال من خبراء روس، إن عملية النزول بشكل مباشر وعلى نفس خط الشاطئ النرويجي هو الذي سبب في متابعة هذه الفرقاطة البريطانية. قد يكون هذا الأمر صحيحا، لأن التوجه عموما بالنسبة للغواصتين كان معروفا، والمناسبة معروفة في 31 من يوليو، إذا الأمر كان واضحا ولا يحتاج يعني إلى كشف مثل ذلك إلى آخره. لكن واقع الحال فإن الإبحار والصور التي قبل ما يكون تدخل للبوينغ، فتدخل البوينغ P8A هو الذي سبب بشكل مباشر في كشف الغواصتين، وهناك صور قبل، وهناك أيضا محاولة دعوة الطفو مباشرة. هذا كله يعني أن الغواصات الروسية كانت تريد أن تقوم بعمليات إلى جانب العملية الرئيسة والمسار الذي ستقطعه من بحر الشمال على شاطئ النرويج باتجاه الموقع المعزول روسيا في البلطيق، من أجل الاحتفال بغواصات نووية وليس العكس. فماذا أحدث البريطاني؟ أنه أرسل رسالتين أن الغواصتين كانتا تحت مرمى النيران البريطانية. فهل هذا أمر واقع حقيقة؟ هذه الرواية للناتو والرواية للبريطانيين، لكن هناك رواية أخرى مؤكدة أن حالة الاصطدام التي أرادتها الفرقاطة
لم يرغب فيها الروس. الفرقات اقتربت بشكل كبير جدا، وهناك صور نشرتها أفيا برو، نشرتها أيضا وسائل الإعلام الروسية، بأن الفرقات أرادت بورتلاند أن تصل مباشرة إلى طراز ياسن على وجه التحديد من أجل المزيد من استفزاز الغواصة النووية الروسية. لكن حالة الإبحار المؤكدة وحالة الإبحار على نفس المنوال وعلى نفس الطريق الذي أراده على الأقل الروس، فعلا استطاعوا حمايته وأيضا احترامه باتجاه الهدف الذي أراده أساسا الروس. فالعملية كلها عملية تكشف عن موازين القوى بشكل مفتوح، وهذا الذي يعطي أفقا للقول أن سياسة ما سمي بالغواصات النووية أمام الفرقاطات، هذا أيضا له أسلوب آخر في استخدام مروحيات واستخدام درونات واستخدام آليات ذكاء صناعي من أجل كشف اليوم ما تحت المياه. يعني أن الوضع العام الآن وضع لاكتشاف أو على الأقل كشف اكتشاف ما ينقص هذه التكنولوجيا أو تلك، وثانيا كشف تكنولوجيا في مقابل التكنولوجيا الأخرى، وهذا الذي سيتعزز مباشرة من خلال استخدام نظام جديد للملاحة بالنسبة لكل الغواصات النووية التي لدى روسيا. من جهة أخرى، فإن الفرقاطات التي ستكون في مواجهة مثل هذه الغواصات الطافية سيكون وضعها سيئا للغاية إن اقتربت في حدود ما، وهذا الذي يجعل من الضربات إمكانية واضحة، يعني تأمين الضربة الدفاعية في لحظة المسافة القصيرة بين الفرقاطة ومن بين الطفو الغواصة. وهكذا فإن إمكانية الوصول إلى 14 مترا فقط هذه حالة مؤمنة ل 139 مترا مثلا ليسن للطراز الروسي. في نفس الوقت فإن بورتلاند عموما هي تضبط الحالة انطلاقا من إحداثياتها الموكولة عبر الأقمار الصناعية وأيضا عبر طيران P8A، وهكذا فالموضوع الآن أخذ نوعا من الاشتباك الحقيقي دون حالة إطلاق نار، لأن حالة الاصطدام كانت قريبة من مثل هذا أو من مثل هذه الحالة، إذ وصل الأمر إلى 4 إلى 5 أمتار، وهذا وضع حرج للغاية بين غواصة لم ترغب في ثني نفسها عن تتبع نفس المسار الذي أكدته وهي تواصل، وبين فرقاطة تناور لأنها أساسا لديها إمكانية للمناورة بشكل أكبر، وبالنسبة للغواصتين لم ترغبا على الأقل وأمام قوات الناتو في حالة الإبحار، بل بقيتا في حالة الطفو. وهذا تحدي شديد قد ينتهي في آخر المطاف بحادثة ضمن الحوادث. هذه الحادثة في آخر المطاف وبعد تدخل الناتو، بريطانيا لم ترد أن تتنازل، روسيا لم ترد أن تتنازل، لكن الناتو عامل على ميكانيزمات حل جزئية بالنسبة للمسارات، أمين المسار الواضح للإبحار وأيضا الإبقاء في حالة الطفو، بالنسبة للفرقاطة الرجوع من أجل تأمين شامل للعملية، عملية إنزال فوري كما حدث بالنسبة للناتو. وهذا كله من أجل القول أن بريطانيا وروسيا وأمام عنادهم الشديد الذي كان يمكن أن يحدث أزمة خطيرة للغاية لولا تدخل الناتو. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.